مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. نحن اليوم حنحكي عن أيام الأسبوع السبعة. أيام الأسبوع السبعة يلي نحن منقلها بالإنجليزي The days of the week. The days of the week. Saturday is the first day of the weekend. Saturday is the first day of the weekend. Sunday is the second day of the weekend. Is the second day of the weekend. Monday is the first day of the week. Monday is the first day of the week. Tuesday is the second day of the week. Tuesday is the second day of the week. Wednesday is the third day of the week. Wednesday is the third day of the week. Thursday is the fourth day of the week. Thursday is the fourth day of the week. Friday is the fifth day of the week. We are missing an E. في حرف ناقص. Friday is the fifth day of the week. وهدول هنن أصدقائي أيام الأسبوع بالإنجليزية. نحن حددنا بالبداية الويك إند، الويك إند اللي هن نهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع، وبعدين بلشنا بأيام الأسبوع. هلا أنتوا بتعرفوا إنه من 2022 صارت أيام الأسبوع أو أيام العمل أو أيام المدرسة بتبلش من الاثنين للخميس، ونهاية الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع هن سبت وأحد. فمشان هيك حطينا أول شيء Saturday Sunday اللي هن the weekend، وبعدين Monday Tuesday Wednesday Thursday وFriday هن the week days. فأنا بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. طبعا في أخطاء أنا ما راجعت عليها بالكتابة، it's not okay. بتمنى تكونوا استفدتوا، ونرجع ونشوفكم بعد بكرة اللي هو حيكون يوم ثلاثة، اللي هو حيكون يوم الثلاثة. إن شاء الله بشوفكم بيوم الثلاثة. أتمنى تكونوا استفدتوا. راجعوا الفيديو، شوفوا الفيديو القدمة لأنه حنصير نكتب بالإنجليزي. أنا برجع وأكرر وأعيد إنه خطي بالإنجليزي أو بشكل عام خطي، يعني اللهم لا حسن. بس يعني إنه الحمد لله على اختراع الكمبيوتر بيخفي عيوب، بيخفي عيوب كتيرة. الله يورجيكم خطي. Take care، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا، وأنا هستناكم يوم الثلاثة. كونوا معي يوم الثلاثة. تمام، حاكم باي.